ثلاثة، نيتشه وهتلر، كيف جعلت إليزابيث نيتشه أخاها فيلسوفا نازيا؟ الموضوع ده في الفلسفة والسياسة. في فيلسوف ألماني كبير جدا شهير جدا، فريدريك نيتشه. فريدريك نيتشه توفي عام 1900، يعني قبل هتلر ما يصل للسلطة بتلت قرن. هتلر 1933، هو توفى 1900، ومع ذلك اعتبر نيتشه فيلسوفا نازيا. ليه هذا الخلط واعتبار نيتشه فيلسوف نازي رغم ان هو توفي قبل تلت قرن من وصول هتلر الى السلطة؟ السر في هذا الموضوع اخت نيتشه اسمها إليزابيث نيتشه. والحقيقة ان قبل هتلر كان فيه موضوع النازية موجود، مش بهذا المسمى، انما كان موجود موضوع التفوق الآري، ان الجنس الآري ارقى جنس في العالم واهم جنس في العالم. فالتطرف الآري موجود من قبل هتلر والموجة النازية اللي في الثلاثينات والاربعينات من القرن العشرين. فاغنر الموسيقار العالمي الشهير، فاغنر كان ينتمي الى هذا التطرف الآري، لكن كان اصغر منه بشوية نيتشه. نيتشه ما كانش بينتمي الى هذا التطرف الآري، بالعكس كان بيشوف الديمقراطية والليبرالية الاوروبية اهم كتير من هذا الموضوع، ما كانش مؤمن بهذا التطرف الآري. انما الموسيقار العالمي فاغنر كان ينتمي الى هذا التطرف الآري او الفكر النازي فيما بعد. كمان في فيلسوف ألماني شهير اسمه فيختا، أيضا كان هو ينتمي إلى هذا التيار الآري. أخت نيتشه إليزابيث كانت مؤمنة بهذا الفكر، إن الجرمانية أو الألمان أو الجنس الآري أعظم جنس في العالم، وكل الأجناس اللي في العالم أقل من الجنس الآري. راحت هي أخته إليزابيث اتجوزت حد برضه متطرف آريا، بقى متطرف نازيا، وتم متطرف الآري جوزها وهي راحوا إلى أمريكا اللاتينية، وهناك حاولوا يعملوا كوميونة، يعني مجمع أو مكان مساحة يكون فيها فرصة لإقامة أول كوميونة آرية متطرفة. يعني الفكر النازي اللي بعد كده الآري قبل كده عايزين يطبقوه في أمريكا اللاتينية. حاولوا بقى يقنعوا مستثمر إيديولوجي، يعني تعبير جميل للكاتب الأستاذ إبراهيم العريس في الشرق الأوسط الذي شرح ملابسات قصة إليزابيث وأخيها الفيلسوف الكبير فريدريك نيتشه. ما لقوش مستثمر إيديولوجي يحط فلوس في هذا الموضوع، فانتحر جوزها وهي رجعت إلى ألمانيا من جديد. هي كانت بتحب أخوها، تحترمه جدا، لكن ضده في الفكر. هو أوروبي، هي آرية، هي شايفة ألمانيا فوق الجميع والجنس الآري فوق العالم كله، لكن هو شايف انه لقى اوروبا والانسانيه بشكل ارحب من اخته. لكن في اخر حياته بدا الزهايمر يسيطر على نيتشه، وبدا يفقد قدرته على التركيز ثم قواه العقليه. فاستغلت إليزابيث نيتشه هذا الموضوع، وبدات بقى تجمع بعض كتابات تتدخل هي كمان في الكتابه بعد ما خدت ملكيه كتبه من دور النشر، وعملت كتاب اسمه اراده القوه. والكتاب ده قالت فيه انه يعني او الدعايه بتاعته اخر ما كتب نيتشه عشان يتوزع بشكل كبير جدا. وقربت من هتلر، وهتلر زارها في البيت، فكان عندها عصا نيتشه ادتها هديه لهتلر عشان تؤكد ولائها التام للنازيه. ولما توفيت هي بعد كده هتلر راح حضر الجنازه، وطبعا كل مره بيحضر هتلر بيقابلها او انه حضر في جنازتها كان في دعايه كبيره جدا جدا لعلاقته بأسرة نيتشه عشان مكاتب الفلسفية الكبيرة جدا في ألمانيا وأوروبا. لدرجة أنه الرئيس الألماني، كان في رئيس لألمانيا لما هتلر جاء مستشار ألمانيا، لكن الرئيس ده توفي عام 34، فهتلر خد كل المناصب مع بعضها. بس لما توفي الرئيس ده، مع أنه هو كان ديمقراطي في الأساس، لكن قال يحاول يهدئ من اتجاهات هتلر المتطرفة، لما توفي حط معاه في التابوت نسخة من كتاب نيتشه هكذا تحدث أو هكذا تكلم زرادشت. إذا مجمل الموضوع إيه؟ إنه نيتشه لم يكن آريا ولا نازيا، إنما أخته المؤمنة بهذا الموضوع بشكل كبير جدا استغلت مرضه ووفاته وعدلت في نصوصه وعدلت في كتبه وحاولت تخليه نازي بقربها من هتلر وزيارتها لهتلر
ثم ان هتلر حضر بعد كده جنازتها علشان يؤكد ويعزز ان نيتشه احد الفلاسفه النازيين. الموضوع يبدو معقد لكن كان مهم، لانه هذا الفكر الاري او المتطرف والفكر النازي اللي بعد كده قاد في النهايه الى الحرب العالميه الثانيه وادى الى موت 70 مليون انسان، كان كارثي بشكل كبير جدا على البشريه. وبالتالي بيبدا الموضوع من الفكر، يبدا من العقل وينتهي الى الدم، بيبدا من كتاب وينتهي الى ساحه المعارك، يبدا من فيلسوف او اديب او فنان او صاحب رؤيه خاطئه، ثم يصل الامر في النهايه الى تطبيقات سياسيه وعسكريه لهذه الرؤيه تنتهي الى كارثه للبلد او كارثه للعالم ككل، كما حدث لفلاسفه الفكر النازي الذي انتهى الى كارثه انسانيه عالميه انتهت عام 1945.